جبتني بابا هيا ولدي مشيت بتبح لبابا أنا بت مصدوم صدمة كبيرة بيوصول. الصباح مشيت على روحي هزت الكرمة المحكمة تسلفت كرمة عند صاحبي مشيت شربت حشاك تعديت خليت دبوزي ها؟ شنو؟ دواء مقاتل تاع حشرات هاي كرمة تجري 130 ونشرب مع الشراب كلامك هذا خويا شنو اسمعي لحظة سي علي خويا هذا كلام اسمعي لحظة هاي تقلبت بيا الكرمة جات عجل من فوق سترني ربي جامع معتمد نتاع الغربيه متعدي فاق بيا هزوني البلوك هي. السبيطار نضرب 15 يوم في بلوك في صفاقس يا رسول كلموا دارنا راح الصندوق امراه سي تتصوروا لي سي ما لا انا قلت لك شوف الحل اسمع ريت السخونيه اش عملت معايا لا لهنا سي عارف روحي عملت حاجه حرام قدام ربي وابوك حكايه ومع اخوك ولا لحظه هات نقول لك حاجه باهي روحوا بيا من السبيطار انا ها قال لي بابا ولدي ما سير شيء ما تفضحنيش يا اخي عمري الله يضحك يعني ممكن بس هو مسكين يعطيك الصحة ما تفضحنيش يعني ما تفضحش خوك مش وحو ما نضحش من العالم الكل وما قلتش على الحكاية جملة لا قلتها تو لحظة قلتها تو في حاجة حتى كلمك حاجة قبل ثم ناس لا قبل ما يسمع بها حد لا لا الحكاية شكون سامعين بها الأصحاب الدار أي. سامعين فحت فحت شوية باهي